أعلن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن التحاق 280 طالبا وطالبة بدورات كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية في العاصمة روما خلال الفصل الدراسي الأول، حيث لاقت الدورات المتخصصة في مجال الحوار بين الأديان والتعايش السلمي اهتمام العشرات من الطلبة الذين يمثلون مختلف الأديان. بيّن المركز أن شهر فبراير المقبل سيشهد انطلاق البرنامج الشتوي لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي لعام 2021 بمشاركة 25 طالبا وطالبة يمثلون عدة دول وجامعات أوروبية مرموقة، من بينهم طلبة الجامعات من مملكة البحرين. يهدف البرنامج الشتوي إلى صقل الطلبة بالمهارات اللازمة لتمكينهم من استخدام أفضل الأساليب التحليلية والأدوات المنهجية لدراسة طبيعة الروابط القائمة بين مختلف الأديان من حيث التعايش السلمي والتلاقي بين مشتركات الأديان والمذاهب.